المشكلة الرئيسية كان معنا البركة هذه اللي جلب منها. بعدها كان يقطع الصبع ضحن وعلى وتنجح. من أين كان ندي الماء؟ من العشاء. كانت البركة هذه حصل نزع فيها. وحلت سعدة. دعكرت عندهم وهانتهم يا عارة يا عيبة يا خزا يا خزولة يا مهنة أبترقوا. هذا سات مثل لو ما سعيد البيت الدم ما زبني كده. ما سبب خلافة قرية ذي؟ فنبدا في البنات هنا البنات. هذا يقول حقنا هنا واحنا نقول حقنا هنا. وبعد ذلك حجرنا الجبل هذا هارق وقفنا ابوه ولا احد حسس بده. مدت 3 أو 4 سنين تمام؟ لما ساروا عند المدراء وعند النفزيرة وعند عبد الله محمد الوزير حوالي بعدين عند الإمام. مشاكل حقها على أساس أنه من مسؤول البريك كان المحل مقسم 4. يكمل فيها ولا يستطيع لو ما يجي المطر. تحولوا الى اطماع شخصيه، كل واحد يشتي يعني لنفسه. تحول والمساقي هذه كلها حق البرك، كل واحد لا جربته، وان البرك ما عاد كان يصف لها ولا شيء. قدمت لنا منظمه الفاو الدوره التدريبيه في حل نزاعات المياه، والتدريب توافق مع الاعراف السائده في المجتمع، وهذا ما جعل تدخلنا مقبولا لدى المجتمع. ايضا كانت هذه الدوره فرصه جديده للمراه، بحيث انها اعطتها فرصه وكسب مكانه جديده وتقبل المجتمع لدورهم. طبعا بعد ما احترش الرجال فيما بيناتهم البين وحصلت مشاكل وعجزوا عن حل هذه المشكله، قدمت مقترح او طرحت هذه المشكله على جمعيه شهاب اسفل. طبعا عملنا اجتماع مع الجمعيه، وبعد التشاور اتخذت الجمعية قرار إنه يجب إعمال لجنة نزول للقرية، وتقرر إن إحنا كنساء نقوم بمقابلة نسوان المشايخ والأعيان. اتضح من الموضوع ونقلنا الخبر للمشايخ والأعيان وتجاوبوا معنا. بعد ذلك اتفقنا على إن إحنا نوجد حل. إذا نعمل مراقي بيننا، وبالفعل صغنا مراقيم اللي هي المواثيق هذه اللي تضبط الحفاظ على مصادر المياه حق البركة هذا، بحيث انها كلها تصب للبركة. بما اننا لنا دور في هذه المسألة ان احنا ندير المورد المائي، بحيث ما يكونش لحد اي سلطة عليه. ومنظمة الفاو فعلا ما قصروا، يعني شكلوا فريق وطلعنا وشافوا وفعلا تعاونوا معنا، والحمد لله المشروع الآن ماشي على قدم وسط. تم مسألة الاتفاق اللي كنا يائسين منه بنجاح. عندما قمنا بتنفيذ المشروع شاركوا جميع أعضاء الجمعية، سواء حتى الهيئة الإدارية، رئيس الهيئة الإدارية إلى الأعضاء، كلهم شاركوا في تنفيذ هذا المشروع كعمالة، وحتى المجلس النسوي كان يشاركوا كلاً في عمله. ساروا في ساقي واحد، فيض الله فيهم أهل الوفاء وأهل الثقة، وتمنا ونجحنا، يعني أمور ثابرة.